شنو المشكل ديالنا سيدي؟ هاد الناس ريبوا لنا 6 شهور هادي وقالوا لنا غادي نديروا معكم شهرين، دوزنا الشهرين الاولى ما داروا معنا والو، عاوتاني عطاونا 3 شهور ما داروا معنا والو، جينا نهار الخميس نهار الاثنين هنا للقياده ما داروا معنا والو، عاودنا للعماله قالوا لنا سيدي نهار 15 يوم نهار الاربعاء كونوا عندنا في الجامعه، ملي جينا للجامعه ما داروا معنا ثاني تحل. وكيفاش ريبوا لك؟ ريبوا لنا سيدي 6 شهور هذه شهر 3. شكون اللي هذا اللي جا وريب لك؟ ريب لنا الباشا والمقدميه والمخازنيه. شنو قال لكم الباشا؟ الباشا قال لك سيدي انا غنتكلم بكم. ودابا الباشا كتواصلوا معاه؟ لا الباشا صافي ما تقلب علينا ما دار معنا حتى حاجه. وشنو قال لك؟ قال لك سيدي سيروا صبروا ما كاينش السكن ديالكم ما كاينش، وعلاش ريب لينا ملي ما كاينش السكن ما يريبش لينا. عاودنا بالتفاصيل كيفاش جاو لعندكم وهضروا معاكم واش حصاوكم ولا ما حصاوكمش؟ اي جاو عندنا سيدي طلعوا وقفوا بالطوموبيل مشينا عندهم، قال لك سيدي نهار الاثنين جاو عندنا قال لك راه غادي نحصيكم الخميس نريبوا لكم. قلنا لهم واخا، جاوا سيدي خرجونا من المحلات ديالنا هزينا حوايجنا مشينا كرينا ريبوا المحلات، عطاونا شهرين داز ديك شهرين ما داروا معنا حتى شي حاجه والو، عاودنا معاهم 3 شهور اخرى ما داروا معنا والو. جينا للعماله نهار الخميس نهار الاثنين عاودنا للعماله قال لك سيدي سيروا حتى نهار الاربعاء وجيو للجامعه. علاش بالضبط اختاريتوا انكم ديروا مسيره احتجاجيه للعماله؟ ما عطاوناش كرفسنا كرانا الكرا حرقنا حرقنا الكرا كريم 30000 ومول الدار ما لقيناش ما نعطيوه، انا بعت الثلاجه والتلفازه باش خلص الكرا، الثلاجه والتلفازه بعتهم بالعاطله العيد ما عيطش. قلناها لهم وعاودناها لهم العيد حنا ما معيدينش، ودابا مول الدار راه واقف خاصها 30000 منين غنجيبها؟ هاد الناس نصبوا علينا. المسؤولين كنقولوا لهم كيقول لك سيروا حنا ما ريبناش لكم سيروا عند الباشا. والباشا ما كاينش. والباشا ما كاينش ما كيتقبلناش. كيجينا المرة الأولى كيجينا الثانية كيجينا الثالثة ما كيتقبلناش. وما حضرش من وراها الأيام ديال الترياب جا والأيام الأخرى ما كيتقبلناش. شنو داروا معاكم في العمل؟ ما داروا معنا حتى حاجة قال لنا نهار نهار الأربعاء جاو عندنا. وقتاش بالضبط ريبوا لكم؟ ريبوا لنا في شهر 3. شهر 3 ديال 2021؟ اه شهر 3 2021 ريبوا لنا. ورسالتك المهم والطلب ديالك شنو هو؟ الطلب ديالي خاصني السكن ديالي، كنطالب السكن ديالي. شحال من عائلة هنا متشردة؟ وكل شيء مشردة هنا 400 خلق. 400 اللي مشردة هنا. سمعنا أنه شي غيستافد شي ما غيستافدش. والله أعلم شو هما دايرين في الخطة. الناس راه محصية في البيبان ديالهم شو هما دايرين. سمعنا كانوا جاو شي ناس في الليلة اللي كانت تريال قال لك تحصاو وهما اللي غيستافدوا. الله أعلم ما نقدرش نحكم عليهم. الناس إلا كانوا مستافدين ودايرين معاهم شي حاجة الله أعلم. كيبان لك شي تلاعب في الاستفادة؟ كلي تلاعب كلي. من أولة لأخرة. حنت مشينا بواحد الموعد ديال شهرين وما داز وثلاثة شهور وما داز كلية فيها تلعو كاينة الخيانة بزاف. واستغلوا الظرفية أنكم تخرجوا وخذوا الأشغال ديالهم ولا كيف؟ والله لا ما خذنا حتى حاجة. ملي قلنا لهم عطيونا شهادة الهدم قال لك شهادة الهدم ما بقاتش كتعطى عاد كتمشي مع الدوسي. يعني فاش ريبوا لكم ما بينوش لكم ما بينوا لنا حتى حاجة. وهذا هو المشكل. ودابا فين كتعيش؟ أنا كنعيش في تمسنا كاري ب 30000 وما خدامش. كيفاش كدير باش تخلصها وانت؟ كنخلصها كنتلاوط نبيع فيها حوايجي كنشد من عندو 4000 كنشد من عندو 2000 خدمة ما خدامش وكنلقط المول الدار. أنا مول الدار عيط لي البارح ما مكملش لي الفلوس قلت لي صبر عليا غادي نهز باش حاجة نبيعها من الدار باش نخلص هذاك مول الدار. كيفاش انت غتستافد ودابا الناس مازالين اش قالوا لي؟ ما قالوا حتى حل والو ما عطاوناش شي مونة ما قالكش 10 ايام ولا 15 يوم ولا 20 يوم. خرجوا ضحكوا علينا وزادوا دخلوا بحالاتهم وخلاو بنادم كيطحن فيه الشمس. واش هذا قانون؟ واش ديما كتجيو كتوقفوا هنا؟ ديما 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 حنا هنا ديما كنوقفوا هنا ما محايدينش ديما. رسالتك للمسؤول؟ اي المسؤول المسؤول خاصو يشوف بينا سو طالع بهذا الشيء يشوف واش كنسالو شي ولا ما كنسالوش هذا هو المهم. الله يرحم الوالدين. المباشر شكون اللي غيهضر على المباشر؟ الله يفش شكون اللي غيهضر؟ انا شي واحد قاري واخا واخا ما يكونش قاري دافع على حقه.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين جريده منبر 24 من امام القياده السيدي يحيى زعير. كيف ما كتشوفوا الساكنه انهم كيحتجوا على لا شوف لي شي مره باش شوف لي شوف لي شوف لي شي مره كيهضروا ولا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام من امام القياده سيدي يحيى زعير الساكنه تحتج على هذا التماطل وهذا اللي قالوا لنا وهذا الغضب لانهم كانوا نظموا واحد الوقفه واحد المسيره احتجاجيه لاتجاه العماله صخيره تمارا لانهم ما لقاوش واحد التجاوب من المسؤولين في هذه القياده وكيقولوا انهم كانوا ريبوا لهم وما جابوش ما بينوش لهم الورقه ديال الهدم رخصه الهدم باش يهدموا لهم ولكن قالوا لهم واحد الوعد اللي قال لهم سيروا سكنوا لانه غيريبوا لكم ان فوا غادي يريبوا لكم غدوزوا واحد 3 شهور او شهرين غادي تستافدوا. كيتفاجئوا انهم بهذ الوعود اللي وعدوهم انهم وعود كاذبه والان ما يعني فين ما كيجيو كيلقاو الباب مسدود حتى اليوم يعني من بعد ما داروا واحد المسيره الاحتجاجيه وما لقاوش الحل دابا الان تيحاولوا انهم يواكبوا ويجيو ويشوفوا القضيه فين وصلت انها قال لك غتكون قرعه بالنسبه لهم وغيستافدوا واحد الفئه والفئه اخرى ما غتستافدش على حسب التصريحات اللي صرحوا لنا احد المواطنين والناس اللي مازال ما استافدوش. كنتمناو ان المباشر يوصل للمسؤولين وغنحاولوا ناخذوا واحد التصريحات من عند المواطنين والناس اللي ما استافدوش من الشقق ديالهم كيف ما كنعرفوا انه في عمله صخيره تماره والنواحي انه كتكون عمليه الهدم مستمره. كنحاولوا نواكبوا لكم كل كبيره وصغيره على الاحداث اللي كتوقع في مدينه تماره او في المدن المغربيه. نحاولوا ناخذوا شي تصريح من عند الجيران نحاولوا ناخذوا تصريح من عند شي مرا. كاين شي واحد يبغي يهضر؟ كاين شي واحد يبغي يهضر؟ كاين شي واحد يبغي يهضر؟ كيف ما كنتم متابعين الكرام كنحاولوا اننا ناخذوا تصريح من عند شي واحد فيكم تما يهضر؟ تبغي تهضر شي وحده فيكم؟ تهضر اخويا تهضر. السلام عليكم المشاهدين الكرام. احنا من ساكنات دوار بن علال احواز الرماليه قليل الايسي سيدي يحيى زعير. هاد الناس جاو ريبوا لينا نهار 8 في شهر 3 شردوا ولادنا خرجنا من هضر المدرسه ما بقاوش كيقراو. كاين اللي كرهنا سيدي يحيى كاين اللي ما لقاش كاين اللي مشى للصخيرات كاين اللي مشى للتماره. دابا حنا هذه مده 6 شهور باقيين كننتظروا اليوم غدا 15 يوم شهر شهرين ما كاينه حتى شي حاجه ما كاينه. فين ما كنجيو كيقول لك 15 يوم شهر احنا دابا جينا اليوم قدام القياده قال لك من هنا ل 15 يوم ولان الان باقى 20 يوم ولا 25 من المدرسه ما عرفناش فين غادي ندخلوهم ما عرفت فين غادي نقيدوهم واش نديروا انتقال واش نخليوهم واش كي غنديروا لهم الله اعلم. الناس مقهوره ما خدامهاش كلهم هاد الناس هادو طار من عشوات كي خدام في المواقف كي اللي كيبيع الميكا في السواق كي اللي كي يعني كلهم فقراء هاد الناس هادو. دابا عاش سيدنا سولو قد الوليدات فين مريحين كاين كاريبيت كيتصور هنا كاين في كاين في الولجاق دار فيها سبعه الاسرات وكل كل كل اسره فيها خمسه الناس ست الناس طواليت مشتركه ما فيها لا ما لا ضو. كتبغي تشد الطواليت خاصك تشد الصف ساعه وانت واقف الناس يعني في الحبس الحبس ولاد الحاله اللي عايشين فيها الناس هذو. سمعنا انكم درتوا واحد المسيره احتجاجيه. درنا مسيره هذيك النهار احتجاجيه في الاثنين اللي فات وعدونا قال لك الاثنين الاربعاء على هاد الاربعاء هادي غنديروا معكم الحل اليوم كنجيو قال لك تسناو حتى من بعد غنديروا اجتماع ومن بعد غنديروا اجتماع فوقاش ما كاينش شي حاجه محدده ما كايناش ما كاين حتى شي حاجه اللي كت ولكن النهار هدموا لكم شنو قالوا لكم؟ قال لك من هنا لشهرين غنعطيوكم غير هدموا لي وثقوا فينا الا ما محنتولاش احنا ما غنمحنو حتى واحد الا ما حنا وشدوا معنا العرف كنا غادي نكرفصوكم ثقنا فيهم ودرنا فيهم الثقه ريمنا بدور المقدم ما حضرش دور الوحيد في المغرب اللي ما حضرش بين المقدم ريبوا لينا مشينا ملي كنجيو واللي ما كيتجمعوا الناس كيقول لك اللي غادي غنقيدو ولا غندير ليه ولا شي حاجه فين كيتجمعوا 10 ولا 11 كيجيو اي واحد تيقيدو انت غندير لك انت غنمحلك انت غنلغيك انت هادي انت هادي يعني ولاو كيهدوا الناس بهذه الطريقه هادي. علاش يقول لكم
اللي بدا كيدير لنا الضجيج هنايا الضجيج غادي نعاقبه وغنديروا ليه وغنديروا ليه وغنديروا ليه. هذا الشيء اللي كاين، ولكن راه ما كاينش السبب البلاد، راه كاين القانون. ولكن فين هو هذا القانون؟ هذا فين هو هذا القانون؟ هاد الناس هي مشرده، هي انا كلشي الناس سامحانا في خدمه سامحه، هما كتاكل فيهم شي دراري صغار. انا بولادي انا عندي بني عدد عامين ودري عنده 5 سنين، هما مصوح ما كتاكلوا الفطور ما فاطرينوش. انا براسي انا اللي شهر ما خدامش انايا، الناس اللي كتخدم معاهم مالك النهار الاول الثاني جراو عليا بالخدمه، قال لك سيدي مالك صافي القلب على راسك، فين غندير انا الدراري هادو؟ انا كايبان ب 500 درهم في الشهر. بالصح. شهر اليوم فيه 6 ايام ما باقي ما خلصوش، جاب المدار كنا كيوقف عليا في الباب، خلصني ولا خرج عليا، فين غنديهم اخويا؟ نديهم له حق التران، حطهم هنا كي غندير لهم. ما كاين اللي قبلهم. راه كل ما الناس هادو ما خدامينش هادو. رسالتك اخويا. وشكرا. رسالتي للمسؤولين ياخذوا لنا حقنا في هاد الناس. انا كاريه ب 30000 ريال للشهر، كاريه ب 30 للشهر، نهار خدامه نهار ما خدامهش. واش غدير تيقول لك خرجي من الدار؟ خلصتي الخدمه ديالك شنو هي؟ ها خدامه الجرادي، نهار خدامه نهار لا، ها ولا ما عطيتش فلوس قال لك خرجي ما عندي ما ندير لك صافي. عندك وليدات؟ ما عنديش هاد الساعه باقا، هاد الساعه باقا ما عنديش، عاير انا والراجل. فين كتعيشي دابا؟ وعيشه غير كاريه 30000 ريال الشهر، نهار قاعده ونهار خدام. كانت انت عندك براكه؟ عندي الراجل راه فين هو؟ ها هو هو هذا، ها محسين، مازال ما دار معانا حتى حل. نهار ريبوا لكم وجابوا لكم ورقه رخصه ديال الهدم. هو هو ما جاوهاش لينا. ما وماش غنقول لك؟ عطاونا 3 ايام، قال لي 3 ايام غتريبوا، قلت له قدم وقايد لي معاه. راه بزاف علينا 3 ايام، عطيونا مهله شهر شهرين، قال لك لا. قلنا لك لا، قلنا له علاش؟ قال لك ريب وسير تسنى، فين غنتسنى انا ما عنديش باش كاين، انا هاد حوايج خدمة. ها حوايج خدمة. باش نخدم انا فين غنمشي؟ يلا ما عطانا لا وثيق لا والو. علاش ما عطاوناش الوثيق؟ المقدم كنقولوا بزاف عليا، قال لك لا سير ريب وسير. سير تسنى تنعيط عليه. حيت هو ساكن. حيت هو ساكن. انا ما ساكنش، انا عايشه معايا طوبه، انا عايشه معايا طوبه تبات تاكل فيا انا وولادي. طوبه قد المش. نمشي نقتل واحد مشينا للحبس. فين كتبات؟ ها؟ كان مات في الخلا. يلا كان مات انا في الخلا. في الموقف. يلا والله انا خدام في الموقف بالله. ها. نتسنى انا المقدم تيعطيني انا الساكن عام. بقينا نتسنى في المقدم، انا ما عنديش ولا ما عندي باش نخلص الكرا. بالله. وعاش سيدنا، عاش الملك. كنطالبوا بالسكن ديالها، جميع سكنات الرماليه كطالب بالسكن ديالها، كلشي مقهور، كلشي كاري، كلشي معذب، كاين اللي خدام، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي كاع خدام، كيمشي كيخدم يومين ثلاث ايام كيبغى يجي يطلع هنايا كيجريو عليه، ما كيخليوش يخدم عاوتاني، كيرجع يبقى يقلب شحال قد يقلب، سيمانه 15 يوم عاوتاني كيبقى سيمانه، واش هذا غيخلص الكرا ولا غادي يحماق مع ولاده؟ راه ما كاين لا خدمه لا والو، حتى الخدمه ما كايناش. وخلينا مقهورين، تقهرنا السكنه الكرا المعيشه، حتى الماكله ما بقاش كناكلوها بخاطرنا، ما عرفناش ناكلو ولا غنجلسو، راه تقهرنا، كلشي مقهور، كلشي كيطالب السكن ديالو، جميع سكنات الرميليه. احتراماتي. واش انتوما فاش كنتو درتو واحد المسيره احتجاجيه؟ العماله اقول لك. درناها في العماله. واش ما لقيتوش حتى جواب هنا واختاريتو انكم ديروا مسيره احتجاجيه؟ هذاك ما بغاوش يساعدونا هنايا، ما بغاوش يساعدونا، حتى دابا جالسين هنايا حتى واحد ما بغا تو واحد ما بغا يهضر معانا، تو واحد ما بغا يتكلم معانا. حتى دابا جالسين هنا كلشي جالس كيتشمش، انت كلشي كتشوفي كيتشمش. حتى حل ما داروا معانا. ولكن المشكل الكبير انه معكم الدراري الصغار ومقبلين على الدراسة. عندنا هادو راه كلهم كتشوف فيهم، راه كلهم ولادنا هادو اللي كتشوف فيهم. واش واش شري واش شري؟ انا بنتي، انا بنتي كتقرا هنا في سيدي حيا وديتها للمرس، واش غنبقى نخلص عليها كل نهار طنسبور؟ كل نهار نديو نشيبة؟ يلا. كي غندير لها؟ قول لي دير معايا حل. ما بغاش يديروا معنا الحل، كي غنديروا ليه؟ يلا خرجوا من المدرسه نبقى كل نهار نديو نجيبه. انا ما بغاش نرجع. يلا كي غنديروا لهاد الحل؟ والله الا عاد مين انا خرجت هو في ليا وجيت نصور هنا قال لي ما نساعدكش عليه. علاش؟ ما بغاش. يلا حيت ريجبوا لينا ولا يلعب عليا العشره. وكي غندير؟ المقدم تاعنا. يلا كي غندير؟ باش نهضر معاه؟ يلا ما بغاش يساعدني. يلا كرت انا هاد زوافي قول لها شدوني البوليس خلصت له. وري لا مولاي انا نوريش لا كارت انا غادي نخاف منو ورنا من اللي ها انت خويا ها لا كارت ديال شتي ها ها هو واش وجيت بغيت نصاوبو قال لي لا ما معايا ما نساعدكش باش قال لي سير صابوي في المرس واش انا كاري في المرس غنمشي نصابو في المرس يلا انا ما ساكنش مسع كاري مازال عندك الوراق ديال الاحصاء ها ها عندنا الوراق راه داوهم ما عطاوشنا الوراق باش ما عطاوناش حتى وثيقه ما عطاوش لينا باش ما تثبتوش انك ها باش ما نثبتوش ان حنا شي حاجه
يو كان نديروا لهاد الناس من احراس ساكنين. يلا احنا من 2006 وحنا ساكنين في هاد الدوار. سمعنا انهم فاش نهار كانوا كيديبوا لكم حضروا كلهم، ولكن اليوم ملي جيتوا بغيتوا تطالبوا بحقكم ما لقيتوش حتى واحد. ما بغاوش حتى واحد يساعدنا. زوين اخويا شوف قالوا لنا ديروا معنا زوين ونديروا معكم زوين. غنديروا معكم زوين. سمعتي السلام عليكم. كيفاش ديروا قالوا لنا قالوا جا عندنا كلهم اللجنه ديالهم قال لك غادي نديروا معنا مزيان ما غاديش نمحنوكم وما تمحنوناش ولي محنا رحنا غنديروا معاه شي حل. لعني لعني المفهوم ديالها الا محنتونا ما غنعطيوكمش من ناحيه الشمحن وما تخرجوش من لعني الا بغا يجي يدير صداع ولا المشاكل ولا المهم درتي شي حاجه. ولكن البلاد راه الا تعي القانون ما كاينش هنا سيدي حيا ما كاينش القانون. شكون اللي تيقول لك القانون؟ القانون كاين الفوق عند سيدنا الله ينصرو هو اللي عنده القانون. اما هاد الناس ضحكوا علينا وشردونا بولادنا بدواورنا بكل شيء عباد الله. قال لك ديروا معنا مزيان احنا مش 10 في شهر 3 من شهر 3 لهنا شحال هاد الدواسه ما تصايبوش ما تقلبوش هاد الدواسه من شهر 3 لهنا شحال من شهر؟ سبعة شهور لهاد الدواسه ما تقلبوش اليوم عاد بغا يقلبهم. قال لك 15 فين تغتلو حنا شهر 9 دايرينها مخبيه لا دايرين اللي دايرين اللي بغاو هما دايرين اللي بغاو هما ضحكوا على عباد الله وشردونا وتضحكوا على عباد الله وما اداوش معنا الواجب. وهاد الناس اسمح لي وهاد الناس مأديين القسام حنا هذاك القسام اللي مأديين هو اللي غياخذ الله فيهم الحق. وتنوجه النداء ديال للمسؤولين سمعتي ومن عدوا الحق من عدوا الحق يتدخل في هذا المشكل. اما هاد الناس راه ما كاين لا حق هنا لا والو. قال لكم ما تبغيش فلوس ولا شنو؟ باقي ما وصلناش لك بعنا دابا ما موجودين باقي ما عطاونا ما قالوا لنا حتى شي حاجه لا تدفع فلوس ولا ما تدفعش. قال لك غادي تخرجوا من شهر 10 في شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 وقال لك دابا من 15 شحال في شهر اليوم 15 شهر 9 شهر 8 غيدخل شهر 9 يقول لك انتخابات سير حتى 10 ولهي سير تسنى والنهار الاخر غيقول لك اودي شو انت ما تستاهلش. وحنا دابا راه هدرنا راه مهددين دابا اللي بان عندهم راهم غاديين يعاقبوا. والنداء ديالي المسؤول وكل من مأدي القسام عاش الملك يأدي القسام على هذاك الشيء اللي حالفين عليه هاد المسؤولين كلهم. اي واحد فوق الارض وعنده النجمه عطيه ليه سيدنا بالاسم ديالو يأدي هذاك القسام اللي مأدي هو ياخذ فيه الحق الله عليه. علاش كاينين ناس كارين كاين عندهم وليدات كاين اللي خدام بعيد كاين مدرسه انا ساكن بعينتي ولدي تيجي نهار ونهار لا 10 دراهم باش تيجي لهنا. ايوا كيفاش غنديروا هذا المشكل؟ خويا وشكرا وتنوجوا النداء. كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام انه ما كاينش واحد التجاوب مع هذه الساكنه هذه اللي مقصيه من الاستفاده وبحضور القوات رجال القوات المساعده و الله يا الله وليدي وام هذا عباد الله دايروا معنا حد الله يطيحوا لنا وحنا عن كاين عكاريين عكاريين وليدي خدمة ما كايناش الساحل ما كاينة. عندك شي وليدات وانا عندي وليدات. هاد المرأة جارتي ساكنة حدايا خدامة مسكينة كتسعى بعد الحنين لا رحيم ساكنه حدايا. هاد المراه هادي مده 8 سنين ولا 9 سنين وهي ساكنه حدايا. انتم كتشوفوا في الحاله ديالها شرطوها ما عندهاش باش تخلصها كتكري ساكنه عند محسن يكون كل نهار كتبات عند سيمانه عند واحد. واحد لا حمايكم لا ساعليكم ديروا معايا قانون اوليدي ديروا معايا قانون ديروا معايا قانون اوليدي. واحنا ساكن كتسكني دابا وانت واه احنا كاين هكاريا كاين سيدي حي ولا فيه؟ سيدي حي هذه البراكه كانوا شاريين لها غير المحسن اللي كانوا شاريين لها واحد البراكه هذه في سبيل الله نهار لا حنا مكمولين لا حنا مكمولين كانوا حصرتها مسكينه هاد المراه باهي باهي كلشي باهي. السلام عليكم خويا هاد المراه حدايا هاد المراه حدايا ما عندها لا حنين لا رحيم وما عندها باش تكري وغاد تدور مسكينه في الزنقه. وحنا دابا خرجنا على ودي عطيونا اليوم ما عطاوناش ولا دابا تيكذبوا علينا. الرئيس الباشا تيكذب علينا قال لك نهار ثلاث ايام قال لك الشهر باش نعطيكم فين تسكنوا. الشهر دابا راه 7 شهور هذه راه صبرنا بزاف
علاش؟ يخلونا سيدي في محلاتنا، مازالو كان 170 دار، كان 170 دار وشي لاخر علاش مريبين ليه؟ يخلونا ساكنين، يخلونا مستقرين، رحنا خرجنا للقهرة، خرجنا للحارة، درجوا لنا ولادنا، قهرتوا لنا ولادنا، ولادنا تعذبوا، حنا تعذبنا، منين غنخرجوا الفلوس؟ منين جاونا؟ منين جاونا هاد الفلوس؟ منين تنجيبوهم؟ راه ما عندناش، حسوينا، حسوينا يا عباد الله راه ما عندناش، راه ما عندناش منين غادي نجيبوهم؟ واش نخلصوا الشغالة نطوفوا في الكران نتمهم ونقعدوا؟ منين غنجيبوهم؟ كيف ما كتشوفوا المتتبعين الكرام انهم الناس هادو الان كيحتجوا امام القياده سيدي حياه زعير على تماطل ديال المسؤولين على الوعود الكاذبه اللي كانوا وعدوهم وبما صرحوا انهما انهم ضاعوا بزاف ونهار الكلمه اللي باقى لهم وما في بالهم انهم قالوا لهم غادي تخويو ما لقاوش معاكم مشكل وسهلوا معنا الماموريه بكل بساطه باش نريبوا لكم ومن بعد يعني غتسهلوا لنا الماموريه في الترياب باش نسهلوا لكم ماموريه ديال الاستفاده. كيتفاجئوا انهم من شهر 3 ليومنا هذا ما كاين حتى شي استفاده، ما كاين حتى شي تجاوب، ولكن كاين شيء اخر اللي هو انه واحد الفئه اللي غتستافد والفئه ما تستافدش. كانت قرعه فئه تستافد والفئه ما تستافدش. كيقول لك هنا كاين تلاعب، ما كاينش داك الشيء اللي خاص يكون قانوني. قال لك كاين بعض التماطل والتهاطر. كنت من سيدي حيا زعير، غنحاول انني ندير مباشر من بعد هذا المباشر هذا، وشكرا لكم بزاف. قربي قربي والله ما ينادى موتى والله ما ينادى.